ما هي خطوط نقل النفط العراقي خارج الخليج؟ ثم اقتراحات لفتح أكثر من منفذ تصدير نفطي لخام العراق جرى تداولها في السنوات السابقة. من بين تلك الخطوط هي البصرة العقبة، وسيتم الشروع بها قريبا. خط تصدير كركوك جيهان شبه متوقف بسبب الإرادة السياسية وقلة التخصيصات المالية. خط البصرة جدافة وملغي بسبب سيطرة الفصائل على الجنوب العراقي. خط كركوك جيهان هو الأقصر والأرخص والأجدى اقتصاديا، ولكن تبقى الإيرادات الدولية التي تمنعه. من أبرز فوائد خط كركوك جيهان هو أقصر وتكلفة نقل البرميل أقل من دولار وخمسين سنتا، بينما البصرة العقبة فقد يصل إلى 3.50 دولار. تحرير نفط كركوك من الابتزاز السياسي الذي يتعرض له من قبل الفصائل المتهمة بتهريب النفط، يمكن تصدير ما يقارب 1,000,000 برميل يوميا. التصدير يمكن أن يكون مباشرة على حوض البحر الأبيض المتوسط دون المرور بخليج العقبة. فهل تستطيع بغداد تفعيل خط كركوك جيهان مستقبلاً؟